الحمد لله رب العرش العظيم، الحمد لله حبايب قلبي، ولا مالي خلق اصور اني بيع حول البصر طقم الناس ما بيع. انا جاب واحد واحد واتساب ما يشتغل ولا سناب بس البوتم فدوى البيت فدوى 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 الحمد لله رب العرش العظيم. اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. الحمد لله. شوف سبحان الله، بيت همسة ماجد النار كلته كله بس بقى المصحف الشريف، وهذا معجزة حقيقة تصير. بغض النظر انه انت تكره او تحب همسة ماجد، لكن ردت فعلها بالفيديو لما نشرته حقيقة انا كلش عجبتني، كانت كلش مؤمنة، ويعني كلمة فدوى وكلام الله اللي ذكرته حقيقة كلش يعني كلش حبيتها وكلش كبرت بعينها. يعني هي لما صابتها المصيبة يعني كلش كانت راضية بقضاء الله وقدره، ويعني حقيقة هذا الشيء كلش حلو شفتوه أكيد بالفيديو. عزيم ماكو مفقودين الحدث، والشلب مالتنا وتعرفوا كلش بتعقب بيها مالي. فدوى 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 الحمد لله رب العرش العظيم. اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. الحمد لله رب العرش العظيم، ما دام رب العالمين راضي، بس اذا